اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة عاصمة مصر لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 18 وحتى 26 من مارس الجاري. أضاف الفيفا في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن السلسلة التجريبية خلال عام 2024 التي تتصدرها بطولة عاصمة مصر ستكون نموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة. قال فيفا إنه تم توسيع النسخة التجريبية لهذا العام لتشمل 4 منتخبات إضافية هي كرواتيا، مصر، تونس، نيوزيلندا للمنافسة في القاهرة في الفترة من 22 وحتى 26 من مارس.